كدب مركي خلاف علوسي أوسو كلا دح قال إمام تريز والسيارحة إيه مدحوينها جمهورية فترال كالصوماليا أيا تليها إيدا مدى بوليس كالصوماليا جنرال عبدي حسن محمد والويقان نحجار وحوسي دق دقاي سوقو ياري تليا ياشا إيدا مدى قلب كسيدا كارهان إذا مدى بوليس كالصوماليات تليها إذا مدى بوليس كالجنرال عبدي حسن محمد حجار وحو فرين أدري سراكيش بوليس كالصوماليات وحانا ويسوية رشير دق دق أه سيدا أي شاعيين إلا وريدي لغو كالسوني هاي وكإيماني مقالة مقديشو شركان أو أحمد حساسي أحا يا وحاكا قيب قليا دمان بسراكيش بوليس كالصوماليات سيدا تلس كقيب تقود إي بوليس كقبل كبنادر إي دمان تلس يدا كالي يدلك لما شاعين وجيدده كلن كان دقدق اه او كوباقي تليها بوليسكا الصوماليا بلسي وحاي وبدانتهي ان لقاها اللي دونو حالدها سوكر دي يحيي صدا كدلتي كيسكا إكران تهليل فارح او اهي تسيركال سري او كاترسن هي ادى نبط سوكدا اي سردونك قرانكا الصوماليا تاسي او للاقي هي تن اي بشي چون اي سند كان سيدوك لو حالا فيلايا ان تليسكا بوليسكو وصو صارو قو آنو علس او لحريد حالد تاغن اي امنيق قود اي دلك مادام اي حيسدو kasi dareeso arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka joojiyay agaasimihii guud ee hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya balse taabadalkeeda uu isla markiiba madaxweynuhu ka jawaabay oo uu sheegay in aanay digreetada ra'iisul wasaaraha waxba ka jirin mudane Fahad Yasiin uu sii wadan doono shaqada agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka qaranka iyo amniga Soomaaliya khilaafka haatan soo shaacbaxay ee u dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa durba saameyntiisa laga dareemaya dalka waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono muranka ka dhashay shaqo joojinta Fahad Yasiin iyo dilka la sheegay in ay xoogaga Al-Shabaab u geysteen Ikraan Tahliil Faarax balse ehelada Ikraan ay diideen qaar ka mid ah masuuliyiinta mucaaradkuna ay arintaas ka soo horjeedsadeen oo ay sheegeen in aanay Al-Shabaab shaqo ku lahayn dilka Ikraan تحليل فرح بعد هينو يغنو وراتك او قدن بيهي ايه كسو كرده حالة الصوماليا انيقو طلابة طلابة حالكن اذنك سو قدن دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته